وبينما سيدنا بلال يؤذن لصلاة الظهر، كان أبو محذورة المشركي يؤذن لغنمه بصوته الجميل ليستهزئ بالمسلمين، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم شخصا يستهزئ بالآذان ممن يرعون الغنم، فأمر سيدنا علي والزبير أن يحذرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة ومن معه من الذين كانوا يرعون الغنم منكم الذي أذن آذان المسلمين، فخافوا جميعا ولم يتكلموا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم أن يؤذن بمفرده حتى تبين صاحب الصوت الجميل الذي أذن لغنمه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن اسمه، فقال اسمي أبو محذورة، فقال النبي أنت من أذنت بهذا الصوت الجميل، أبتسم وفرح بذلك أبو محذورة الذي كان مشركا، وهذا لأن بالكلام الطيب تمتلك القلوب، فأنظر إلى رحمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جبر بخاطر المشرك وقال له أن صوته جميل رغم أنه كان يستهزئ بالأذان، فقال أبو محذورة نعم أنا، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم الكريم الرحيم حتى بالمشركين يده الشريفة على رأس أبي محذورة ونزع عمامته ومسح بيده الشريفة على رأسه داعيا له اللهم بارك فيه وفي ذريته وفي صوته واهده للإسلام، فخرجت من أبو محذورة الشهادة سريعة مدوية أمام أصحابه رعاة الغنم وعينه النبي مؤذنا لأهل مكة المكرمة، وهذا شرف لا يعلوه شرف، فأقسم أبو محذورة من يومها ألا يحلق شعر رأسه الذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة عليه، وقال ما كنت لأحلق شعرا مسح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا عليه بالبركة، وظلت ذرية أبي محذورة يؤذنون قرابة 300 عام بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له ولذريته، وكانوا أصحاب حنجرة ذهبية ربانية رضي الله عنهم وأرضاهم.